أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. الأرشيف الرقمي الفلسطيني مسعى لحفظ تاريخ شعب. ذيل آلي، فكرة يابانية لمساعدة المسنين على حفظ التوازن. أهلا بكم. في مسعى لحفظ التاريخ، فلسطينيون متخصصون في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق يطلقون مشروع الأرشيف الرقمي الفلسطيني، ويعرض الأرشيف عبر منصته على شبكة الإنترنت صورا وأفلاما ووثائق تاريخية جمعها من العائلات في الأراضي الفلسطينية. يستعد متخصصون فلسطينيون في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق لإطلاق مجموعة رقمية جديدة لقطع أثرية محلية، على أمل أن تساعد في الحفاظ على تاريخهم ورواية قصصهم وجعل كل ذلك متاحا على الإنترنت بالمجان. أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي سيعرض صورا وأفلاما ووثائق تاريخية جمعها من العائلات في الأراضي الفلسطينية ومن المغتربين، وعمل على أرشفتها في منشأته في بيرزيت شمالية رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. مدير المشروع عبد الرحمن الخليلي يقول إن المشروع يعتزم أرشفة عشرات الآلاف من تلك الوثائق قبل الإطلاق الرسمي للمنصة على الإنترنت في نهاية العام. هذا المشروع احنا بلشناه في 1/1/2018، هدفه هو انه يكون عابر للحدود، بانه يعرف المجتمع الفلسطيني في الداخل وفي الشتات للتاريخ الفلسطيني، بانه يرجي مواد تاريخيه هو من الصعب الوصول اليها او صعب جمعها في مكان واحد. احنا حتى الان نجحنا في انه نرشف 70,000 ماده، هدفنا في خلال 3 سنين زي ما قلت 145,000 ماده يتم ارشفتها في مواضيع مختلفه زي المراه والاسره والرياضه والزراعه والاقتصاد. زياد حسين في أواخر العقد السادس من عمره هو أحد الفلسطينيين الذين قدموا أرشيفهم للمتحف من قرية برهام التي تقع إلى الشمال مباشرة من المجمع الحديث الذي تبلغ مساحته 10 فدادين في المتحف الفلسطيني، وأعرب عن شعوره بالفخر والاعتزاز بعد مساهمته بالصور العائلية في البوابة الإلكترونية. نصحتني بأنه أسلمها أو أعطي هذا الأرشيف اللي عندي للمتحف الفلسطيني مشان توثيقه والحفاظ عليه، وبالفعل كانت خطوة كثير يعني أثلجت صدري أنه أنا حفظت هذا الأرشيف، لدرجة أنه أنا بعثت منه نسخة إلكترونية لكل أحفاد سيدي عبد العزيز. ويقول مشرفو المتحف إنهم يعيدون الكثير من الوثائق بعد حفظها بشكل رقمي إلى المساهمين الفلسطينيين، مع تقديم النصائح لهم حول طريقة الحفاظ عليها وحمايتها للأجيال القادمة. عادل العايدي مدير عام المتحف الفلسطيني: الأرشيف الرقمي يعني أنه المتحف الفلسطيني بيأخذ أرشيفات ورقية أو صوتية أو سمعية، وبرقمنها يعني بيحفظ منها نسخة إلكترونية أولا، ثانيا بنرفعها على الإنترنت على منصة خاصة بالمتحف لعرضها على الجمهور، فهو أرشيف ولكن أرشيف موجود على الإنترنت. ويقام المشروع بتمويل من صندوق أركاديا، وهو منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة. كما تعاون المتحف مع المكتبة البريطانية في مشروع رقمنة منفصل يهدف إلى الحفاظ على حوالي 3,000 مادة ورقية تالفة ومعالجتها مثل الخرائط واليوميات والرسائل. مدينة ميدلين أكبر مدن كولومبيا اكتست جمالا خلال مهرجان سنوي يحتفي بفن تنسيق الزهور، حيث تدفق عشرات من مزارعي الزهور للمشاركة في المهرجان الذي يقام سنويا وتعرض خلاله الكثير من القطع الفنية الضخمة، واستلهم الكثير من الباقات فكرته من الأحداث الوطنية. الجدير بالذكر أن تاريخ المهرجان يعود إلى عام 1957، حين دعا أحد سكان ميدلين مزارعي الورود من القرى المجاورة ليخرجوا في مسيرة بالمدينة ويستعرضوا باقاتهم.
مع تزايد متسارع في أعداد المسنين في اليابان مقابل تراجع قوة العمل، فإن إدخال الروبوتات في مجال رعاية المسنين يحتاج إلى فكرة ولمسة إنسانية. الذيل الآلي فكرة يابانية لمساعدة المسنين على حفظ التوازن. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. هذا الذيل الآلي قد يساعد المسنين الذين يعانون من اختلالات في السير على حفظ توازنهم. هذا ما يقوله فريق بحثي تابع لجامعة كيو اليابانية. ابتكر هذا الذيل بعد ملايين السنين من فقد الإنسان للذيل في رحلة التطور البشري. ويقول فريق كيو إن الجهاز الذي يطلق عليه اسم أركوي يبلغ طوله متراً واحداً، ويشبه الذيل الذي يساعد الفهد وحيوانات أخرى على حفظ توازنها أثناء الركض والتسلق. ويشارك جونيتشي نابيشيما الذي تخرج حديثاً من الجامعة كباحث في المشروع، وقال أثناء عرض الذيل الآلي مربوطاً بخصره إنه يحفظ التوازن مثل بندول الساعة، وعندما يوجه الإنسان جسمه في اتجاه يتحرك الذيل في الاتجاه المعاكس. الذيل الآلي الذي يستخدم 4 عضلات صناعية وهواء مضغوطا للتحرك في 8 اتجاهات سيبقى داخل المختبر في الوقت الراهن، إذ يعمل الباحثون على إيجاد سبل لجعله أكثر مرونة. وبعيدا عن مساعدة المسنين في التجول بحرية، يبحث الفريق أيضا التطبيقات الصناعية لهذه الأداة الجديدة، مثل مساعدة عمال المخازن الذين يحملون أوزانا ثقيلة على حفظ توازنهم. ويعرب نابيشيما عن اعتقاده بأنه سيكون من الجيد دمج هذا الذيل الصناعي في الحياة اليومية. وفي ظل زيادة أعداد كبار السن في اليابان، تتقدم البلاد دول العالم الصناعية في البحث عن سبل لجعل المسنين قادرين على الحركة والإنتاج. وبينما اتجهت دول أخرى إلى العمالة الوافدة من الخارج لسد النقص في قوة العمل المتراجعة، ركزت اليابان الأقل ترحيباً بالمهاجرين على الحلول التكنولوجية. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية وتتابعون فيها بعد قليل. راقصو التانغو يتنافسون في بطولة العالم بالأرجنتين. أهلا بكم مجددا. تتميز مصففة الشعر سفيتلانا من مقدونيا الشمالية بإبداعاتها في تصفيف الشعر، وكذلك بإبداعاتها في استغلال وإعادة تدوير قصاصات الشعر على أرض الصالون في رسم لوحات فنية. مصففة الشعر سفيتلانا غروزدانوفسكا وهي من مقدونيا الشمالية تتميز بإبداعاتها عن الآخرين، ففي صالون تصفيف الشعر الخاص بها والواقع على بعد 150 كيلومتراً من العاصمة سكوبي، تستخدم غروزدانوفسكا قصاصات من شعر زبائنها لرسم لوحات لشخصيات محلية وعالمية شهيرة. وتقول غروزدانوفسكا إنها دائماً ما ترسم صوراً من قصاصات الشعر على أرض صالونها، وأحياناً ترسم زهوراً مستخدمة قصاصات الشعر الأحمر. وبعدما شاهدت على الإنترنت لوحات من الشعر رسمها مصففون آخرون، قررت محاولة رسم لوحاتها الخاصة، وبدأت بلاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش.
وصورت غروزدانوفسكا رسوماتها الإبداعية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جذبت سريعاً انتباه الجمهور ووسائل الإعلام المحلية. أمسكت بصورة لنوفاك ديوكوفيتش وبدأت أعمل عليها، ثم صورت لقطات لصورته ونشرتها على فيسبوك. هكذا بدأ كل شيء تلقائياً، إذ وضعت اسم ديوكوفيتش على الصورة وبدأت مواقع الإنترنت تكتب عن الأمر، عن مصففة الشعر التي رسمت لوحة لديوكوفيتش من الشعر. هكذا حدث الأمر، وقال الصحفيون والقنوات التلفزيونية إنه عمل فريد. وتقول غروزدانوفسكا أيضاً إن حسها الإبداعي ينبع من داخلها، وإنها تعتبر نفسها فنانة. تعد رقصة التانغو أحد أشهر الرقصات في العالم، وهي إرث إنساني مفعم بالروح والحس الموسيقي. في بيونس آيرس بالأرجنتين، راقصو التانغو من جميع أنحاء العالم يستعرضون مهاراتهم في إطار مهرجان وبطولة العالم لرقصة التانغو. راقصو التانغو الوافدون من جميع أنحاء العالم أظهروا مهاراتهم في بيونس آيرس في إطار مهرجان وبطولة العالم لرقصة التانغو التي تقام سنوياً في الأرجنتين. وخلال التصفيات يتمايل كل زوج من المشاركين في ساحة الرقص أمام لجنة الحكام الذين يراقبون المتنافسين بعيون خبيرة. وعن هذه البطولة تحدثنا مشاركة من كولومبيا تدعى فانيسا غويرالدو. أعتقد أن كل راقص تانغو يحلم بالقدوم إلى هنا، إلى بطولة العالم. أعتقد أن القدوم إلى الأرجنتين والتعرف على تاريخها حلم، والأكثر إثارة للحماس هو القدوم والمنافسة. أعتقد أنه حلم يتحقق. بوينس آيرس، وهي مركز عالمي للتانغو، يعتقد أنها مهد الرقصة المفعمة بالمشاعر. ويقول الأرجنتينيون إن الرقصة نشأت في مناطق الطبقة العاملة بالمدينة في مطلع القرن 19. ويختتم مهرجان التانغو في بوينس آيرس في 21 من أغسطس آب، وتشمل فعالياته عرض أفلام سينمائية وإقامة حلقات نقاشية ومسابقات مستوحاة من الرقصة الشهيرة. قبل ختام نشرتنا الثقافية، هذه إعادة لأبرز العناوين. الأرشيف الرقمي الفلسطيني مسعى لحفظ تاريخ شعب. ذيل آلي فكرة يابانية لمساعدة المسنين على حفظ التوازن. نلتقيكم بإذن الله في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.